بعض الجرائم التي عرفها مجتمعنا قد تم ارتكابها من قبل أناس تلقوا أموال من جهات مختلفة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي، أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية، أو بالمصالح الأساسية للجزائر، أو بالأمن والنظام العامين، وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها، وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات. ولكن وأمام تزايد هذه الأفعال، فالمشروع يقترح تجريما خاصا لها ضمن الفصل المخصص للجرائم الماسة بأمن الدولة.